لما حسن المستكاوي النهاردة يكتب على صفحته اقتحام الاستاد بسيارة نقل عمل اجرامي، واذا لم يطبق القانون على المجرمين الذين لا يحبون الاهل ولا يكون بلدهم فانه لا امل اطلاقا. انتهت ظاهرة الالتراس تماما في ساحات الرياضة بهذا الاقتحام، لانه ارهاب استفزاز مشبوه للدولة لتكرار كارثة اخرى، وبعد سنوات سوف يكتشف الجميع انهم هم السبب في مأساة بورسعيد هو الالتراس انفسهم، فكانت الكارثة نتيجة الاحتقان بينهم وبين رابطة المصري. شوهتم كرة القدم، شوهتم الرياضة، اشعر بالاسف لانني خضعت مثل غيري، واشعر بالاسف اكثر عليكم لانكم تفعلون ما تفعلون لافساد وجه الرياضة وكرة القدم عمدا، فما هو الثمن؟ لما رد عليه الاستاذ اشرف محمود ويقول له استاذ حسن قلناها مرارا وقالها غيرنا كثير، من امن العقاب اساء الادب، دول عصابة ادمنوا اساءة الادب وتحطيم القانون وداسوا تحت اقدامه، وبعدها يقولوا عليهم ابرياء وانقياء واتقياء، خلينا بقى نشربهم واحنا ساكتين. لما الاستاذ علاء اسماعيل يقول هذا ما كنت اخشاه، اقتحم 2000 مشجع من التراس الاهلي الباب الخلفي لاستاد القاهرة بواسطة سيارة نقل وحطموا البوابة دخلوا من درجات الجهة اليسرى، الشرطة تدائم المكان حاليا ويبدو انهم يحضروا لافتات ذات معاني سياسية، وكان الله في عون ادارة النادي الاهلي. لما حسن المستكاوي يقول هذا الكلام، ولما نشوف ده على عينك يا تاجر والشرطة تطلعهم وتقول لهم بس من غير شماريخ وادخلوا من غير تذاكر، ما هذا الهوان؟ ما هذا الضعف؟ وليه ما بتتعاملش مع الكل كده؟ هو دول على راسهم ريشة ولا دول في حد كبير قوي في البلد ساندهم؟ وانت عارف انه حازم ابو اسماعيل لما اتقبض عليه كان معاه 1,400,000 جنيه كانوا للوايت نايتس، وانت عارف انه كان في تمويل قوي من قيادات للالتراس من قيادات كتيرة جدا سواء اخوانية او غيرها، وانت عارف مين غير اخوان وعارفهم بالاسم كمان عشان ما نفضلش نقول اخوان 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 اخوان، وانت عارفهم بالاسم اللي كانوا موجودين واللي نزلوهم ميدان التحرير واللي خلاهم خربوا ودمروا، ولما صنعتم منهم ابطال وصنعتم منهم عظماء وخليتهم يتحكموا في مصائر البلد ومقادير البلد، ودلوقتي يقول لك لو سمحت ما تتكلمش النهارده في المقدمه عليهم، وانا بقول لهم لا هتكلم في المقدمه عليهم، ورزقي على الله سبحانه وتعالى.